سلطانة. خير يا رستم، شوفي مشان الذهب يلي انعطى للمتمردين، وحسب الأخبار اللي وصلتني أكدوا لي إنه هذا الذهب طلع من هون من القصر، وما حدا بيقدر يساوي هذا الشيء من دون علم أحمد باشا. شو هاد فقد عقله؟ كيف بيتجرأ يساوي هيك شيء؟ هو في شغلة أسوأ يا سلطانة، مو بس أحمد باشا ورا هي القصة، كمان سموه الأمير سليم. وعيال للشي اللي عم تحكي؟ أنت عم تتجاوز حدودك. سامحيني يا سلطانة، بس هالحكي مزبوط. رستم، أنت كيف بتتجرأ وبتتهم سمو الأمير سليم بخيانة أخوه سمو الأمير بيزيد؟ إذا بتعيد هالكلام مرة تانية رح تندم كتير. سلطانة، عندك إثبات يا رستم؟ عندك دليل على هالحكي؟ مثل هيك خيانة ما بنترك وراها دليل، بتكون فيها الخطة محبوكة منيح. طالما هيك احتفظ بآرائك لنفسك يا رستم، سليم مستحيل يعمل هيك شيء. إذا ما بدكم تصدقوا كلامي مو مشكلة، أنتوا أدرى، بس فكروا فيها شوي. لو أحمد باشا مواقف مع الأمير سليم ومتفق معه كمان، شو مصلحته يساوي هذا الشيء؟ ليش بده يضر الأمير بيزيد؟ في توضيح لهذا الشيء؟ طبعاً في، لأنه أحمد باشا صار لعبة بين إيدين زوجته السلطانة فاطمة، وأكيد هي ورا هالموضوع هاد. إيه معك حق، هي ورا، بس احسبوها منيح. يعني لو كنت أنا عدوكم لا سمح الله وحابب إني أذيكم، أول شيء بيخطر ببالي هو إنه وقع بين الأميرين. اسمع يا رستم، إذا بتحكي شي كلمة أو بتساوي شي ضد سمو الأمير سليم أو حدا بيدرى بهالموضوع، أنا بإيدي رح آخذ روحك. اتركوني لوحدي مع الأمير. يلا امشوا معي. سلطانة، أكيد اجيتي لأنه سمعتي إنه أبي اختارني يكون ولي العهد. أنا ما أجيت لهون لأحكي بهالموضوع يا سليم، لأنه أنا مثل مولانا السلطان ما فرق بينك وبين بيزيد أبداً. أجيت لهون لأحكي بخصوص إشاعة سمعت عنك. هي إشاعة ولا اتهام؟ مو مهم مين عم يتهمك، المهم شو عم ينحكى عنك يا ابني. عم بيقولوا انه انت تحالفت مع احمد باشا وسويت فخ لاخوك بيزيد. انا ما صدقت، بس حبيت اجي لهون شوفك واتاكد منك شخصيا عن الموضوع لاطمن. سلطانة. سليم ابني، لا تخاف وقلي الحقيقه، انت كان لك يد بهالفخ يلي وقعوا فيه لأخوك ولا لا؟ اللي انت خنت أخوك شي؟ أبداً يا سلطانة، مستحيل ساوي هيك شغلة وسخة بأخي. كيف بتشكي ولو للحظة أني ممكن ساوي هيك؟ صدقني أنا ما شكيت فيك ولا لحظة يا هذا رستم، ما هيك؟ هو وراء الاتهام، وهو عم بيحاول أنه يحرضك لتوقفي ضدي، ما هيك؟ كل يلي كان بدي اياه اسمع من تمك انه مالك يد بهالشغله، وصدقني يا ابني انا ما عندي شك فيك ابدا.